ذات مرة، في عالم تتشابك فيه الأحلام والعجائب، كانت هناك قصة استحوذت على جوهر الحب والشجاعة وقوة اللطف. إنها قصة ستنقلك إلى أعماق البحر وشواطئ قرية ساحلية صغيرة، حيث تتشابك حياة صياد متواضع مع حورية البحر بشكل معقد. لكن هذه ليست مجرد قصة. إنها دعوة للشروع في رحلة الخيال والتعلم. لذا قبل الخوض في هذه القصة الساحرة، أهلا بكم من في قناة أميرة التعليمية. قناة أميرة التعليمية هي كنز دفين من المعرفة والإلهام. تم تصميم مقاطع فيديو أميرة بشغف للتعلم، وهي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات من العلوم والتاريخ إلى الأدب والفن. من خلال إشراك العناصر المرئية ورواية القصص الجذابة، تجلب أميرة المفاهيم المعقدة إلى الحياة، مما يجعل التعلم تجربة ممتعة وغامرة. سواء كان طالبا يبحث عن موارد تعليمية أو مجرد عقل فضولي متعطش للمعرفة، فإن قناة أميرة هي الوجهة المثالية لك. لذا، اشترك في قناه اميره التعليميه وانطلق في رحله اكتشاف ذات مره في قريه ساحليه صغيره عاش هناك صياد متواضع اسمه صاموئيل كان صاموئيل راضيا عن حياته البسيطه حيث امضى ايامه في القاء شباكه في البحر ومشاركه القصص مع صديقه توماس غالبا ما كانوا يجلسون على الشاطئ ويحدقون في مساحة المياه الشاسعة ويحلمون بالثروات التي تقع تحت السطح كان صموئيل وتوماس يتحدثان عن الملاك الأثرياء لقوارب الصيد الكبيرة والكنوز التي يمكنهم الحصول عليها إذا تمكنوا من العثور عليها فقط كانوا يتوقون إلى حياة مليئة بالوفرة حيث لن يضطروا بعد الآن إلى القلق بشأن تغطية نفقاتهم في إحدى الأمسيات بعد يوم طويل من الصيد عاد صموئيل إلى المنزل متعبًا ومرهقًا. سقط في سبات عميق وما زال عقله مليئًا بأفكار الكنوز والثروات. عندما اندلع ضوء الصباح في الأفق انطلق مرة أخرى مصممًا على إلقاء شبكته ومعرفة الثروات التي يخبئها البحر له. عندما ألقى صموئيل شبكته في الماء لم يكن لديه أي فكرة عن أن القدر كان له خطة مختلفة بالنسبة له في ذلك اليوم. عندما عاد لاستعادة شبكته، اندهش عندما وجد حورية بحر جميلة متشابكة داخل شبكتها. أسر ذيلها المتلألئ وعيناها المتوسلة. ناشدت حورية البحر صاموئيل إطلاق سراحها، ووعدته بمكافآت كبيرة إذا أظهر رحمتها. تومض الجشع في عيون صموئيل عندما كان يفكر في الثروات التي يمكنه الحصول عليها من خلال بيع مثل هذا المخلوق النادر. ومع ذلك، كان قلبه لطيفاً ولم يستطع تحمل رؤية حورية البحر تتألم. ضد حكمه الأفضل، أطلق صموئيل حورية البحر مرة أخرى في البحر وشاهدها وهي تسبح بعيداً وذيلها يتناثر برشاقة في الماء. راضيا بقراره، عاد إلى القرية وشارك في لقائه مع مالكه المتشكك السيد جينكينز. وبخ السيد جينكينز صاموئيل، ووبخه لتخليه عن ثروة كانت في متناوله. أصر على أن صاموئيل قد ارتكب خطأ فادحا، وأن فرصة الثروة تراجعت بين أصابعه. ومع ذلك، ظل صاموئيل ثابتا، معتقدا أنه فعل الصواب. تحولت الأيام إلى أسابيع، واستمرت الحياة كالمعتاد لصموئيل. ولكن في أحد الأيام المشؤومة، أثناء وجوده في البحر، اجتاحت دوامة قوية قاربه الصغير. تم إلقاء صموئيل في المياه المضطربة، وهو يكافح من أجل البقاء طافيا. تماما كما كان على وشك الإنهاك واليأس، ظهرت أمامه نفس حورية البحر التي أنقذها. بنقرة رشيقة من ذيلها أنقذت حورية البحر صموئيل من براثن الدوامة أحضرته إلى مغارة مخفية تحت الماء مليئة بكنوز تفوق الخيال تزين الجواهر واللآلئ والتحف الثمينة المساحة الكهفية متلألئة في التوهج الناعم للضوء تحت الماء شكر صموئيل حورية البحر بغزارة ممتنا لفرصته الثانية في الحياة واوضحت انها ابنه ملك ملوك البحر السبعة واسمها مارينا لقد وقعت في حب لطف ونكران صموئيل وارادت ان تكافئه على عمله النبيل ازدهر حب صموئيل ومارينا مع مرور الوقت وتزوجا في حفل كبير تحت الامواج ابتهج اهل البحر باستثناء ملك الملوك السبعة الذي رفض قبول الانسان سهرا له راى في صموئيل تهديدا لاسلوب حياتهم واعلن الحرب على اهل الارض وصلت اخبار الصراع الى القريه الساحليه وشعر صموئيل بالتمزق بين حبه لمارينا وولائه لزملائه القرويين جمع اهل الارض بقياده صموئيل شجاعتهم وقاتلوا ببساله ضد الكائنات البحريه ودافعوا عن منازلهم وطريقه عيشهم كانت الحرب بين أهل البحر وأهل الأرض شرسة ووحشية. صراع السيوف وزئير وحوش البحر يتردد صداها في الهواء. لكن شعب الأرض قاتلوا بتصميم لا يتزعزع، يغذيهم حبهم لصموئيل ورغبتهم في حماية وطنهم. مع احتدام المعركة، أصاب ملك الملوك السبعة إدراك عميق. لقد شهد صمود وشجاعه اهل الارض وادرك ان الحب والرحمه لا يعرفان حدودا متأثرا بهذا الوحي دعا الى هدنه وقبل صموئيل سهره نزل السلام على البر والبحر وابتهج الناس انتصر حب صموئيل ومارينا على الشدائد وسد الفجوه بين عالمين لقد تعلم سكان الارض والبحر التعايش وتقاسموا وفرة المحيط وازدهار الأرض. لم ينقذ عمل صموئيل اللطيف حياة حورية البحر فحسب، بل حقق أيضا سلاما دائما وتفاهما بين عالمين مختلفين على ما يبدو. منذ ذلك اليوم فصاعدا، نظر القرويون إلى البحر الشاسع بامتنان واحترام، مدركين أنه لا يحتوي على كنوز فحسب، بل أيضا القدرة على توحيد القلوب وإصلاح الخلافات. وهكذا تنتهي حكايتنا، تاركة لنا رسالة دافئة من الحب والرحمة وانتصار الروح البشرية. نامل ان تكون قد استمتعت بهذه الرحلة السحرية، حيث غيرت لطف الصياد وحب حورية البحر ليس فقط حياتهم، ولكن ايضا مصير عالمينا. من خلال قصص مثل هذه نكشف جمال التجربة الانسانية وقوة الوحدة. بينما نودعكم ندعوكم لمواصلة استكشاف عجائب المعرفة والتعلم من خلال قناة أميرة التعليمية. اشترك الآن وانضم إلى مجتمع من العقول الفضوليين المتحمسين لتوسيع آفاقهم. شارك بأفكارك وآرائك حول القصة، وأخبرنا كيف لمست قلبك أو ألهمت خيالك. معاً، دعونا نحتفل بفرحة التعلم وقوة سرد القصص. اشترك في قناه اميره التعليميه وانطلق في رحله استكشاف مدى الحياه